بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل كلامنا إن شاء الله يا إخواننا على الستورد بروسيجر أو الستورد كويريز في الأكسس، في مايكروسوفت أكسس. أخذنا بفضل الله الدرس اللي فات كيفية التعامل مع إجراء مخزن بدون أي حاجة خالص. تمام؟ طبعا لو جبنا كده، طبعا أخذنا هنا أهو بدون أي شيء خالص. طبعا أنت ممكن تعمل إنسيرت أو تعمل أبديت أو تعمل كل شيء. طيب الفكرة بقى ان في عمليه الانسيرت هيحتاج منك بارامترز، وساعات السلكت مع الهوير بيحتاج منك بارامترز. يعني هنا لو قلت له مثلا هوير مثلا اكبر من بارامتر، تعال نعمل هنا بارامتر عشان نشوف مع السلكت. هنا نقول له مثلا برايس، لو جيت نفذت هيطلب منك برايس. تمام، هيطلب منك ايه؟ ها برايس. جميل. هنا بقى في نقطه، بقى هنا في نقطة. طبعا انت ممكن تعمل ايه بالشكل ده كده بحيث هيطلب منك برضو الايه البرايس، يبقى كده افضل تحط ات والعلامة دي. طيب وطبعا انت ممكن ايه تشيلهم وتحطهم في الفيجوال بيزك زي ما هنشوف دلوقتي. هنا محتاجين هنده على نفس الامر، او تعالى نعمل واحد تاني، ناخد دي كوبي ما نقفله وهيقول لك حفظ ولا لا. هنعمل اجراء جديد اهو، ده كلوز. يبقى الفرق بين ده وده، هما الاثنين بيأدوا نفس الغرض، ولكن واحد ببارامتر واحد من غير ايه، من غير بارامتر. تمام، بالشكل ده كده اهو سيكوال، اقول له كده وخلاص. وتعالى هنا احفظه، هقول له هنا برضو كيو ار. تمام اهو سيلكت ويز، او سيلكت وخلاص اي اسم بقى، سيلكت الايه النيم والايه والبرايس مع الايه مع بارامتر. خلاص بالشكل ده كده اه اندرج، تم ادراجه هنا. ونجي لده هقول له الديزاين، ببساطه اشيل علامه الهوير، يبقى ده بيختار الكل وده ما بيختارش الكل، بس احفظه كلوز. لكن هنا اللي هو ايه اندر سكور بارامتر. تمام، بيتم اختيار ايه يا اخوانا عن طريق ايه بارامتر اللي هو البرايس. هيطلب مني الايه البرايس، كل ما اشغله اهو هقول له مثلا اكبر من 1000 يجيب لك الاكبر من ايه من 1000. جميل. طيب هقفل كليك يمين هنا، قفلته رينيم اخده هو هو. هنا هنا هاجي هنا اخواننا ببساطه، اسف انا ضغطت على ايه، هاجي هنا اخد الزر ده كوبي كويري واحطه اهو، هنسميه هنا ايه كويري ويز بارامتر، بارامتر بالشكل ده كده. تمام، فاضل الايه بعد الايه كده بالشكل ده كده، بدل كويري وزود بارامتر، وهنا مع بارامتر. تعالى هنا ببساطه هناخد نفس الفكره هو هو بالظبط اهو، بس فضلا تيجي هنا تقول له هنقول له ايه، خلي بالك في نقطه معينه، الداتا جريد فيو لو معمول له داتا سورس لازم تلغيه الاول، الغائه هيحذف لك ده. يعني هنا يعني ايه اللي كان بيحصل لنا الخطا في الدرس اللي فات لما انا كنت بعمل كلير لوحده، ما ينفعش تعمل له كلير وهو معمول له داتا سورس. طيب علشان احذف البيانات اللي فيه كلها لازم اقول له الداتا سورس بيساوي ناثينج وافضيه، او خلي بالك او لو انا هدي له داتا سورس تحت يبقى امسح دي. وصلت؟ يبقى الداتا سورس ده ناثينج، وجيت تحت قلت له داتا سورس بيساوي حاجه جديده، يبقى مش محتاج ان انا ايه افضي البيانات اللي فيه لان هو كده كده هيفضيها. تمام، دي نقطه برضو وجب الايه التنويع عليها. طيب تعال ناخد كل ده كده بالظبط في البوتون 3 ونحطها تحت هو هو. تمام، هنيجي هنا ببساطه هقول له داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس بيساوي ناثينج، الغيها. وهنا نفس الفكرة عشان ما يحصلش ايه خطأ كده خلاص. طيب تعالى هنا ايه اللي هيحصل، امسك جزء جزء، انا كده عملت ناسك ماشي اللي تحت، انا هنا عرفت اللي هو ينفذ الايه
الكويري، لا هات الاسم الكويري جديد، اخدت الاسم كوبي خلاص، عملت اف 2 اخدت الاسم كوبي، وعملت هنا كنترول في عشان يعمل بيست خلاص، وعرفت الكونكشن اللي انا عرفته فوق في الدرس اللي فاتت. هنا السي ام دي قلت له نوع ستورد بروسيجر كده، لا ده يطلب مني بارامتر. تعال نجرب كده، نستهبل كده ونجرب من غير بارامتر. تعالى وعرفت الداتا ريدر، تمام دي سهل، فتحت الاتصال وقلت له الداتا ريدر بيساوي الايه، ها الاكسكيوت ريدر نفذ. وعرفت هنا داتا تيبل، الداتا تيبل حطيت فيه عمودين، واحد اسمه اسم الصنف وواحد اسمه سعر الصنف، تمام. قلت له لو الداتا ريدر اللي هي البيانات اللي جايه هاز روز لديها اعمده، بس نفيت الشرط بقى، لو لي لو هنا ليس لديها صفوف اخرج، لان خلاص بقى هنحرج نفسنا ليه ونكمل، تمام. قلت له طول ما انت بتقرا لو سمحت ضيف لي صف جديد في الداتا تيبل، ضاف لك صف جديد خلاص. وقلت له هنا الداتا تيبل دوت روز الصف اللي عليه الدور اللي هو العدد ناقص واحد، يدينا الاندكس الاخير، العدد ناقص واحد يدينا الاندكس الاخير، العمود صفر اللي هو اسم الصنف بيساوي الدي ار صفر، او الدي ار اسم الايه، اسم العمود زي ما اخدنا قبل كده، تمام. طيب هنا الدي ار صفر ضد سترينج، وقلت له هنا العمود الثاني تمام في اخر اندكس بيساوي الدي ار اللي هو اللي عليه الدور، تمام. هنا طبعا مفيش روز، ضد سترينج، وقفلت الاتصال وقلت له الداتا سورس الجديد بيساوي الدي تي، بيساوي يا اخوانا الدي تي. وعلى فكره لو انت هتدي له الدي تي هنا مش شرط كمان تقول له ناثينج كمان، يعني لو هتدي له الدي تي مش شرط تقول له ناثينج اهو، يعني انت ممكن تعمل دي كده وتعمل دي كده برضه عشان نكون ايه واضحين اكتر، طيب تمام. لان انت هتقول له الداتا سورس جديد فبتلقاه هو هيغير، وقلت له الدي تي دوت سبوس امسحه، وقلت له بيساوي ناثينج خلاص، بيساوي ايه لا شيء. لو جيت نفذت هيظهر لك خطا، ليه؟ هيقول لك ايه ده انت هتستعبط، انا عايز منك بارامتر اهو، تمام. او بقول لك تو فيو بارامترز اكسبكتد واحد، يعني ايه؟ يعني في بارامترز يا عم الحاج ناقصه، يعني ده في بارامترز تو فيو قليله قوي، انا متوقع منك واحد بارامتر بس اهو اكسبكتد واحد، تمام. تعالى بقى نحط له البارامتر بقى، يبقى هنا اهو تحت هنا يبقى السي ام دي خاص بيه اهو، وضع المعامل هنا، وضع المعامل او البارامتر ببساطه. خلي بالك قدامك طريقتين لتعمل البارامتر، سي ام دي دوت بارامترز ها دوت، لا اما اد او اد ويز فاليو. هقول له اد اضافه، بياخد منك اول حاجه القيمه، بياخد منك الايه ها القيمة، بس القيمة اللي مكتوبة فين؟ خلي بالك بالله عليك ركز، القيمة اللي مكتوبة هنا ديزاين اهو، القيمة دي خدها لي كوبي كده اهو، خدها لي ايه كده اهو، الاد برايس كده اهو خلاص، تمام. هنا نوعه هل هو بيج انت ولا باينر؟ على فكره معظم الانواع مش هتلاقيها موجوده فين في الاكسس، لكن هو نوعه كان نوع ديسيمال، يبقى هنا تختار ايه، هنا تختار نمبر بالشكل ده كده، تلاقي فين الديسيمال اهو، ديسيمال اهو صح، مش احنا كنا مختارين؟ فاكر لو تفتكر النوع بتاع اصلا، ما انا بقارن مين البرايس، هو البرايس اللي هو نوع ديسيمال لو انت فاكر اهو، مش احنا بنختار من الجدول ده، قول له ديزاين فيو، فاكر النمبر ده واحنا بنعمله كنا اخترنا ديسيمال، اه كنا بنعمله اختار ديسيمال، ما عملناهوش اهو قدامك، انا عملت اخترت ديسيمال، يبقى تلقائي تختار الداتا تايب بتاعه، انا بعمل الايتم برايس، يبقى البرايس يبقى نوع ديسيمال، تمام يا اخوانا. يبقى الايتم برايس هنا ها ديسيمال، يبقى قارن ديسيمال بديسيمال صح كده، فانا هنا اخترت نوعه ديسيمال خلاص. الله، واحد يقول لك امال فين القيمه بتاعته، انت كده كتبت اسمه، فين القيمه بتاعته؟ قال له اه، تمام يا اخوانا. نيجي تحت هنا ببساطه اهو سي ام دي، خلي بالك دوت بارامترز المعاملات، تكتب هنا اسم البارامتر تاني اهو كده اهو، انا عايز القيمه بتاعته بقى دوت فاليو، قيمته ايه؟ هقول له انت عايز مثلا 1000 2000 3 4 5، او نقول له تكست بوكس واحد دوت تكست بس خلاص، بس خلاص انت كده ضفت ايه؟ معامل. طبعا المفروض اصلا كنا نوقف البرنامج لان هنا موجودين في عمليه الايه الديبج كده،
وصلت او كده اهو. تعال ننفذ كده الاول بعدين ناخد او اهو. اقول له هنا مثلا اكبر من 5000 كده. لاحظ ها جاب لك الاكبر من ايه؟ ها من 5000. ليه؟ لان ببساطه انت كده ضفت بارامتر، تمام؟ نوع اخترت نوعه، وجيت تحت قلت له البارامتر اللي انا ضفته فوق ده اهو قيمته بقى بتساوي كذا، او الاثنين دول هعملهم كومنت، هعملها في سطر واحد سي ام دي دوت بارامترز المعاملات دوت اد. اد ايه؟ اسمه برايس كده، تمام. نوعه ديسيمال، ماشي. دوت في الاخر دوت فاليو، يعني بره القوس كده اقول له دوت فاليو بيساوي، يبقى انت كده عملتهم ايه؟ ها في سطر واحد اهو، تكست دوت تكست كده بس. او قبل ما او نجرب اهو، نقول هنا مثلا 1000 اللي فوق 1000. لاحظ كل ده فوق ايه؟ ها فوق 1000، سعر الصنف اكبر من 1000. اللي بعدها ممكن تعمل الاتي، ها سي ام دي تمام دوت بارامترز دوت اد ويز فاليو. اد ويز فاليو، خلي بالك بالله عليك ركز، اد ويز فاليو اهو، ضيف مع ايه؟ مع القيمه. الاد دوت فاليو هنا بياخد منك اسم البارامتر برايس، ها بياخد منك القيمه مره واحده من غير ولا نوع ولا يحزنون. تكست بوكس واحد دوت تكست، نفذ اكبر من 6000 او اكبر من ايه؟ ها من 6000. وصلت يا اخوانا. استخدم ده استخدم ده استخدم، انا بفضل دي. وممكن تاني سي ام دي دوت بارامترز دوت اد رينج، هنا هيجيب لك، ها خلي بالك مصفوفه، هيجيب لك ايه يا اخوانا؟ مصفوفه. طبعا دي ساعات بنستخدمها لما نيجي نعمل حاجه اسمها الاكسس لير، هناخدها في المشروع ان شاء الله ازاي اعمل لير، يعني ان شاء الله هندخل في كلام كبير. بس كده بفضل الله وخدنا خدنا ايه؟ ها هيطلب مني بارامتر، هديله البارامتر. طبعا واحد يقول لك اصلا انت بتتعب نفسك اصلا انت تعمل ستورد بروسيجر، ما انت اصلا انت ممكن تعمل اللي انت عايزه اصلا من خلال فيجوال بيزي. كلامك صح، لكن حاجه ساعات بنستخدمها، ساعات بن ايه؟ ها بنستخدمها. هقول لك انا ساعات بنستخدمها ليه، هقول لك دلوقتي ساعات بنستخدمها ليه. طيب تعالوا بينا نجرب حاجه كده، او مش نجرب حاجه، هنعمل بقى انزرت. قبل ما ناخد انزرت يا اخوانا في نقطه بسيطه بس عايز اتكلم فيها. ايه هي؟ شفت برايس ده؟ امسحه. امسحه ازاي؟ اكتب بداله اي حاجه، او اكتب بداله عادي. قال لا يا عم الحاج مش هيشتغل. هيشتغل مش هيشتغل؟ هيشتغل. تعال نجرب اهو، اكبر من 5000 لو سمحت. ايه ده؟ ده اشتغل ازاي يا عم الحاج؟ انت هتهبلني، ده هو انا اسمه هنا اسمه برايس، هتكتب لي هنا اسمه مختلف تاني؟ ليه؟ ركز بالله عليك، الاكسس الاكسس وليس السيكوال، الاكسس وليس السيكوال مهمه. الاكسس البارامترز اللي فيه لما تيجي تشتغل مع الستورد بروسيجر ما يهموش اسمه، يهمه الترتيب. وصلت؟ يهمه ما يهموش ايه؟ اسمه، يهمه الترتيب. تاني تاني، ما يهموش اسمه ولكن يهمه الترتيب. بالله عليك ركز. وصلت؟ يعني ممكن تسيبه كده اهو، اهو اكبر من 6000 تمام اهو جه. ليه؟ لان هو من الاخر ما يهموش الاسم، يهمه الترتيب. ده يبقى البارامتر الاولاني، ولما تضيف بارامتر تاني كده يبقى ده البارامتر اللي بعده، ايا كان بقى ترتيبه فين. يبقى هو خلي بالك الاكسس وقت
الستورد بروسيجر لا يهتم باسماء البارامترز ولكن يهتم بترتيب البارامترز. لا يهتم باسماء البارامترز ولكن يهتم بايه؟ بترتيب البارامترز. طبعا البارامتر الواحد ممكن تستخدمه اكتر من مره. يعني هنا اهو نمسح الاقواس دي كده اهو، لما هوير اكبر من كذا اهو، وتقول له اند مثلا اكبر او مثلا ايه، وتقول له اكبر من، يعني ممكن تستخدم البرايس تاني. المهم يعني مقصدي ان انت تستخدم البرايس تاني مره واحده. تمام. طيب تعالى بقى نعمل اكتر من بارامتر هنستخدمها دايما في الانسيرت. تعالى نعمل اهو، نعمل ده هيطلب مني اقول له لا، اهو نعمل كويري جديد اهو، هقول له سيلكت انسيرت عشان نشوف ايه الخطأ بقى، مش الخطأ، الملاحظة هنا. انسيرت انتو تيبل، مش اقصد هنا انتو يعني انتو، لا انتو يعني في تيبل ايتمز، هنا اسماء الاعمدة هيكون الايتم نيم والايتم برايس بالشكل ده كده، الفاليوز هنا فاليوز يو اس الفاليوز، خلي بالك هنقول هنا برام نيم مثلا بارامتر نيم، وهنا بارامتر مثلا البرايس، تيجي تنفذ ما يطلبش منك حاجه. ليه؟ ليه ما يطلبش منك حاجه؟ لا، الانسيرت مالوش كويري، مالوش ستورد بروسيجر. تمام؟ اهو لاحظ لو انت جيت هنا للديزاين اهو تيجي تنفذ مفيش، مش هيطلب منك حاجه. وصلت؟ حتى لو انت اهو حفظت سميه كويري واحد مش مشكله، خلي بالك اسمه ايه؟ ان ايه؟ ان ريليتد اوبجكت. الله، هو ليه ما تخزنش هنا مع الكويريز؟ قال لك ببساطه لان الكويري واحد ده خلي بالك مش مرتبط بحاجه، يعني مش مرتبط بجدول، انت فاهمني؟ مش مرتبط بايه؟ ها، بجدول. تمام. طيب دي نقطه. حتى تلاقي هنا في الكويري حاجه اسمها الكويري ايه، طيب نوعه ايه، هو معمول حاجه اسمها ايه، ابيند كويري. لاحظ اول ما تقول له ابيند تقول له ايه، التيبل نيم اهو موجود في الكرنت داتابيس، اه كرنت داتابيس اوكي خلاص. تيجي تنفذ الكويري ده اهو هيطلب منك اللي هنا ايه، يطلب منك هنا البارامتر نيم بقى. ليه؟ لان خلاص لاحظ هنا في السيكوال اتعدلت، لاحظ هنا ايه، ها اتعدلت، اصبحت دي كده كده، اصبح الانزرت له ايه، ها له ستورد بروسيجر. وصلت يا اخوانا؟ اصبح الانزرت كده لها ستورد بروسيجر. تمام. وصلت يا اخوانا؟ يبقى خلي بالك من النقطه دي مهمه. هتيجي ببساطه هنا الكويري للديزاين، هتقول له الكويري تايب دي سيلكت الكروس تاب والميك تيبل، ما خدناش اللي انت تعمل ميك تيبل مثلا، انت تعمل جدول جديد، هتعمل جدول بس طبعا كده معظم جداولنا بتكون ايه، معموله سابقا. هنا حاجه اسمها الابديت كويري، طبعا هتعمل ايه، ابديت هنا الابند اللي فيها انسيرت، وهنا الديليت كويري، هنا الايه، ها الديليت ايه كويري. تمام. احنا دلوقتي اشتغل مع الانسيرت، انا عملت كده كويري اهو، طبعا انا هقفله، اعمله سيف الاول واقفله كلوز، واعمله هنا ايه رينيم، هقول له هنا كيو ار انسيرت. تمام. اخد اسمه كده كوبي ببساطه اهو، هاخد هو زرار اربعه اخده كوبي اهو، واقول له هنا ايه ده كويري اهو، هنا انسيرت اسف دي سيلكت سيلكت كده بالشكل ده كده، ده كده ببساطه هيكون انسيرت اهو، انسيرت بالشكل ده كده، هات نفس الاحداث دي كده، نفس كل ده اهو كده كوبي، نفس الفكره هنا، هتجيب اسم الايه كيو ار. تمام. هو بالشكل ده كده هيطلب منك ايه، انسيرت، هيطلب منك نوع السورد بروسيجر، هيطلب منك بارامتر. خلي بالك هنا في غلطه مني، اللي انا ايه بارامتر ده كده.
البارامتر هنا اسيبه كده، البارامتر الاولاني تكست بوكس واحد، البارامتر التاني يبقى تكست بوكس ايه؟ اتنين. او خلينا نعمل احنا اسماء وهمية، بيساوي اهو نيو فون، تليفون جديد، وهنا مثلا ايه السعر مثلا وليكن 4 4 بالشكل ده كده. خلاص طيب كده انت عملت اوبن، عملت سعر الصنف، تمام. انت اصلا انت مش محتاج اصلا تعمل سيلكت، خلي بالك هنا انت بتقول له مش اكسكيوت ريدر بقى، يعني هنا كل ده مش اكسكيوت ريدر، كل ده بالنسبه لي اهو مش عايز داتا تيبل، مش عايز داتا كولوم وكده وكده، ومش عايز ايه، انا محتاج كلوز ماشي، ومش محتاج ده ومش محتاج ده ومش محتاج ده، بس كده خلاص اهو مش محتاج ده خلاص اهو. طبعا هنا مش ديسيمال، هنا اقول له دوت ايه، دوت تكست، تمام. هنا طبعا مش اسمه تكست، بيبقى هنا اسمه تقريبا ان فار كاركتر، فار نمرك، فار دبليو كاركتر، لا هيبقى في فوق هنا هتلاقي في هنا خاصه بالايه، بالتكست، ايرور فايل نيم، لونج فار كاركتر. هو مش لونج فار كاركتر ولا حاجه، هو يعني ايه اللي هو هنختار، هو غالبا هيكون لونج فار كاركتر او دبليو فار كاركتر بالشكل ده كده، تمام. او تعال نجرب ناشب، هنختار ايه لونج فار كاركتر، تمام، او فار كاركتر مش مشكله، ماشي فار كاركتر بالشكل ده كده خلاص، لان ده تكست، او من غير ما تكتب زي ما قلت لك وكل ايه وخلاص. الطريقه الثانيه اللي انا حذفتها اللي هي الطريقه ايه، الطريقه دي كده. طيب ده كده ببساطه عمليه التكست، زي ما قلت لك ده مش هتفرق معانا اسم ده واسم ده خلاص. هنا طبعا مش هيبقى اكسكيوت، هنا هيبقى دوت اكسكيوت نان كويري، هو طبعا مش هيرجع لك ايه بحاجه، فانت مش محتاج اصلا الداتا ايه، داتا ريدر في حاجه خالص بالشكل ده كده، تمام. طبعا اول ما اضغط على ده هيجيب لك كل الايه، هو ده بيجيب لك ايه، الاكبر من كذا الاكبر من كذا، ده احنا عايزين زرار نجيب لك اهو، هنا هيعمل ريلود للكل، كبر ده كده الاول، الزرار ده هيعمل ايه ريلود للكل اهو، هقول هيبقى هو هو السي ام دي اللي فوق ده اهو، ماشي مش مشكله هو ده، ولكن بدون هوير عشان يبقى الكل بس خلاص. وهنا كونكشن بالشكل ده كده خلاص، ده تقول انا جبت حاجه ناقصه، ايوه يبقى انا حذفت غلط، بالشكل ده كده هوير لحد تكست، تمام. ده كده ببساطه كده اهو، ده كده ببساطه اللي هيحمل ايه الكل. ايه الخطا؟ ما كده صح اه، تمام. تعالى ننفذ، طبعا هنا اتاكد ان مفيش حاجه مفتوحه، تمام. هضغط هنا على انسيرت، تمام بالشكل ده كده، هضغط هنا بقى على اول، لاحظ هيجيب لك هنا تحت الايه نيو فون اهو، حاطه لك ده اللي احنا ادرجناه، تمام. وطبعا تقريبا مرتب بالاسم تقريبا كده، تمام. ولا مرتب بالارقام مش عارف، المهم هو جاب لك ده الترتيب كده ببساطه، تقريبا مرتب مش عارف هو مرتب بايه بقى، تمام. هو هنا عامل لك ايه هنا نيو فون، تمام. وتعالى لو احنا جبنا كده، لاحظ اقول نيو فون ادرجه لك ايه تحت، تمام يا اخوانا. ده كده ببساطه عمليه الايه الادراج، تمام. احنا عملنا كده عمليه ادراج اهو بالزر ده، طبعا كيو ار انسيرت ومش هنكتب اي حاجه خالص، وعدلنا الايه الاسماء. طيب كذلك الابديت، طبعا الابديت هيبقى سهل بقى اهو، سواء قلت له ابديت هوير، تمام. تعالى هو هو بالظبط كده، هو ده هنا اهو،
تمام. هنا نسمي ايه؟ تعال نعمل الاول كويري جديد. طبعا في التيبل ايتمز خلاص هاجي هنا ببساطه اقول له سيكوال فيو، طبعا انا هحذف ده، اقول له ابديت، ابديت مثلا تيبل ايتمز تمام. ست ست ايه بقى؟ اللي هو القيمة، وليكن مثلا نقول له مثلا ست الايتم برايس بيساوي البارامتر، بارامتر برايس بالشكل ده كده. هوير لما التيبل او الاسف الايتم او ماشي التيبل ايتمز اسم الجدول دوت ايتم نيم بيساوي اسم البارامتر التاني بارامتر النيم. تمام بس خلاص. وهنا هعمل سيف هسميه كيو ابديت. تمام في غلطة، حذف انا القوسين دول كده حفظ، انا كده عملت تراجع هنا حفظ كده تمام. كيو ابديت تمام. لاحظ هنا اتخزن ايه هنا، ولكن بالشكل ده هو مرتبط بقى طبعا بالتيبل ايتمز. يعني التيبل ايتمز بقى، خلي بالك هو هنا التيبل ايتمز بقى فيه تيبل واجراءات خاصه بيه صح، لكن ده مش مرتبط بحاجه لانه ايه انسيرت. تمام طيب تعال هنا ببساطه اخد الاسم، طبعا كلوز اقفله الاول، اخد الاسم كوبي، او قبل ما اخد الاسم كوبي كل مره باخده كوبي وما اعملش بحاجه. انا كده الانسيرت نسمي دي ابديت بالشكل ده كده اهو الزر ده، احنا خدنا كابو بيست صح. يبقى هناك هناخد ده كابي كده واحطه ايه هنا بيست، طبعا هياخد مني ايه، هيحط ما هيعدل الاسم، هنقول له مثلا 5000 او خليه 5555. بس هنا بقى هنا ده البارامتر الاولاني اخد بالي تمام اهو الديزاين او البارامتر الاولاني البرايس، يبقى خليه 5.5 وايه نوعه ديسمال كده. وهنا هنقول له هنا ايه فار فار كار ماشي مش مشكله. وهنا اقول له ايه نيو، في حاله ما اسمه نيو فون عدل الاسم لان البارامتر الاولاني زي ما قلت لك هو بياخد بالترتيب بقى اسمه هنا 5. جميل جميل نفذ. انا ضغطت هنا على الابديت اهم حاجه بس ما كنش ايوه كده ضغطت هنا تمام. ثم اجي هنا للاول لاحظ بقى النيو فون بقى 4 5 بدل 4 4. يبقى انت كده عملت ايه ابديت. ناقص ادلي كويري هات ده، او مش من غير ما تجيبه اصلا، انت من غير ما تجيبه فقط انت بتختاره عشان يندرج تحت هنا، يندرج تحته وصلت. او انت مش يعني انت اصلا ممكن اهو كلوز اقفل اهو كويري ما تختارش اي حاجه خالص كلوز. تعال هنا هنا قول له ديليت فروم تيبل ايتمز، هي ديليت هوير ايه هوير لما مثلا ايتم الايتم نيم بيساوي ها بارامتر النيم بس خلاص احفظ. اقول له كيو ديليت تمام اتحفظت ها تحت لانه مرتبط ايه ب. لاحظ كلوز نفس الفكره، اخدها ايه قبل ما ناخدها كابي تعالى هنا اعمل زر ديليت وسمي ايه زر جديد وسمي ديليت اهو هنا. طبعا انت اصلا كنت ممكن تعمل الكلام ده كله بالحاجات العاديه اصلا بالجمل اللي احنا اخدناها قبل كده، لكن هنتعرف دلوقتي احنا هناخد ليه، لان هناخد درس القادم اللي انا اصلا هلم الكلام ده كله في دوال علشان اوصل، او بلاش المرحله الجايه هناخدها في مع المشروع ان شاء الله او بتمهيد للمشروع. هسمي هنا الكيو ديليت كده بس، هياخد مني بارامتر واحد وهو اسم التليفون، اقول له احذف لي ده اهو
لما في حاله منيونين بيساوي البتاع كده ظهر لك الايه الاربع خمسات، احذف تمام. هو كده حذف، اضغط على الاول، لاحظ اختفى التليفون اللي اسمه نيو فون. تعالى في الداتابيز اهو بالفعل اختفى اللي هو كان الاي دي بتاعه 11. وصلت يا اخوانا؟ ده كده ببساطه عن التعامل مع الستورد ايه بروسيجر. طيب الستورد بروسيجر مهم ليه؟ في بعض الحالات، لان انت في حاجات اصل الستورد بروسيجر انت هنا ممكن تجيب منه حاجات. يعني ايه؟ اقول لك انا يعني ايه. اقفل دي كده، اعمل كويري جديد. مهمه الكويري مثلا اللي يجيب لك من جدولين، مين اللي بيجيب لك من جدولين مثلا؟ لا اما كويري مثلا موجود او حاجه، يعني هو هتبان قيمه الكويريز بعد كده تمام. هتبان قيمه الاستورد، خلي بالك بتسمى استورد بروسيجرز، الاستورد بروسيجر، لان حتى في السيكوال اسمها استورد بروسيجر تمام. هنا اسمها ستورد كويريز او كويريز ايا كان يعني تمام يا اخوانا. ده كده ببساطه بفضل الله التعامل مع الستورد ايه بروسيجرز اللي ليها ايه بارامترز. ان شاء الله نكمل الدرس القادم بقى، نشرح شويه حاجات جديده تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.